السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة عابرة عامر. طبعا في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلكم إن شاء الله، وتشيروه للأهل والأحباب وتحطوا لايك لو سمحتم، ما تنسوش اللايك. الفيديو النهاردة مش طبخة ولا وصفة طبيعية ولا حاجة، لكن كلام يعني مفيد لكل بيت. وفي أخت فاضلة مشتركة عندي في القناة، أخت عزيزة يعني، طلبت مني أعمل منيو أكلات أو ميزانية. فأنا حابة أقول لها يا حبيبة قلبي، أنا فكرت فعلا أعمل لكم منيو أكلات أو ميزانية، لكن بعد كده فكرت وقلت يعني كل بيت بيبقى ليه يعني الدخل بتاعه، كل بيت بيبقى ليه مثلا ميزانيته ويبقى ليه دخله الخاص بيه. ما ينفعش مثلا يعني بيت يبقى زي بيت تاني، ومثلا كل واحدة جوزها مثلا بيقبض، في بيقبض بالشهر، في بيقبض باليوم، في بيقبض بالأسبوع، في بال15 يوم، وبيدي مراته الفلوس. فما ينفعش اعمل انا ميزانية تبقى عامة شاملة لكل بيت، ما ينفعش. وكمان ما ينفعش اعمل منيو يقولك مثلا السبت النهارده تاكلي كذا، لحد الاثنين كده، ما ينفعش. فكل بيت وكل ست بيبقى ليها نظرة خاصة ببيتها، وعارفة مثلا يعني ايه المدخلات اللي في بيتها وايه المخرجات، وعارفة تمشي حالها ازاي. فانا بقول للمشتركة العزيزة الغالية ديت، انا يعني انا هريحك وهقول لك حاجه حلوه جدا. يعني كل واحده، انا هقول امثله مثلا، مش حاجه عامه، دي ده مثال. مثلا كل واحده مثلا جوزها مثلا بيديها مثلا 2000 جنيه، يقول لها خدي ده المصروف الشهر بتاع الاكل والشرب مثلا 2000 جنيه. فهي هتنظم ازاي؟ هتخلي 500 جنيه لكل اسبوع، لو بيديها 1000 جنيه للشهر كله اكل وشرب هتخلي 250 لكل اسبوع، وهكذا. فزي ما بقولت، لو 1000 هتخلي 250 كل اسبوع، لو 2000 هتخلي 500 كل اسبوع، او حسب ما يديها تقسمه على الاربع اسابيع. فمثلا اسبوع مثلا صرفتي كتير وجبتي اكل كويس، فالاسبوع اللي بعده تحاولي ان انت ايه يعني اسبوع ياخد من اسبوع. يعني انت الاسبوع الاولاني مثلا جبتي اكل حلو ما شاء الله، واكلتي وجبتي انت والولاد وجوزك وجبتي اكل غالي، فالاسبوع اللي بعده تقللي. فاهماني؟ الاسبوع اللي بعده تقللي برده، مش تفتحي ايدك، وهكذا. يعني اسبوع يشيل اسبوع، او لو انت مثلا اسبوع دبرتي فيه وشلتي وفاض منه مثلا اي كان ان شاء الله 10 جنيه، حطيها على الاسبوع اللي بعده عشان تزودي شويه، وهكذا. وهكذا. فكل واحده تدبر امورها حسب الدخل اللي جوزها بيديهولها، وتحاول تمشي على قد الدخل دوت. مثلا في الاسبوع ممكن تجيبي اكله حلوه جدا الولاد نفسهم فيها، وانت او جوزك نفسكم فيها، اكله مره في الاسبوع، وبقيه الاسبوع تمشي يعني الحال. اكله في اكله شعبيه، في اكله مش عارفه تعملي ايه، تعملي حاجه بسيطه، تعملي كشري، تعملي مثلا كشري مثلا جنبه بيض مسلوق، كشري مثلا مصري مش محتاج جنبه حاجه، بيبقى بالتقليه والصلصه. مثلا مره هتطبخي باللحمه، مره تانية هتطبخي مثلا بفراخ بانيه جنبه، او بلحمه مفرومه بتدي اكتر، اللحمه المفرومه تملي بترمي كتير، وهكذا. فانا اقصد ان كل بيت حسب ما جوزك بيديكي الدخل بتاعه. اعطاكي 2000، امشي يا ستي كل اسبوع ب 500، واذا فاض من الاسبوع الاول فلوس حطيهم على الاسبوع الثاني، وهكذا. من الاسبوع الثاني فاض حطيه على الثالث، ينفع. ممكن الاسبوع الثاني تجيبي فيه اكل كتير ومبقاش عندك يعني الفلوس ال 500 اللي انت حطاها، او ال 250 اللي انت حطاها تنصرف، فيبقى في زياده من الاسبوع اللي قبله. عفوا، معلش صوتي معرفش ماله. وهكذا. فكل واحده تنظم حسب ظروفها. انا ما اقدرش احط ميزانيه عامه لكل الستات او كل البيوت، كل بيت حسب ميزانيته وحسب دخل الزوج.
بس هي الست بصراحة هي عبارة عن ترمومتر، بتحس بالدخل بتاعها هتقسمه ازاي، كل اسبوع تقسم مبلغ وبالمبلغ ده تمشي تجيب بيه الاكل والشرب اللي هياكلوه في الاسبوع ده. بس اما بقى المنيو، فانا بطبخ في القناه مثلا كل يوم حاجه، فممكن تاخدي من الاكلات اللي انا بعملها دي وتعمليها عندك مثلا كل يوم في من ايام الاسبوع، كل يوم من ايام الاسبوع. انا عن نفسي يعني مش بمشي بمنيو خالص، يعني انا عن نفسي مش بمشي بمنيو. انا مثلا ممكن احضر مثلا ايه، ممكن امشي بمنيو مثلا 3 ايام، اكون قايله مثلا السبت هجيب كذا والحد كذا والاثنين كذا، لكن بقيه الاسبوع بتيجي معايا بالصدفه. اكون ماشيه في السوق مثلا بجيب خضار، مثلا الاقي حاجه مثلا سمك حلو النهارده اروح جايبه، اروح عامله المنيو النهارده فجاه كده سمك. مثلا اكون ماشيه مثلا الاقي مثلا اعدي على جزار لحم مفروم اروح جايبه لحم مفروم، اقول هعمل النهارده مثلا كفته، هعمل النهارده مثلا مسقعه. فانا مش بمشي برضو بمنيو والله العظيم، يعني انا بمشي كده بسيبها على الله، بس طبعا بحسب ميزانيه، يعني بسيبها على الله كل حاجه ونعمه بالله في الاكلات الاسبوع، لكن بمشي بالميزانيه اللي هو جوزي يعطيني الميزانيه بتاعت الشهر، بمشي على اساسها وبقسمها على كل اسبوع وبس كده هو. ولو فاض مني حاجه في الاسبوع بسيبه على الاسبوع اللي بعده وهكذا، ما فاتش حاجه خالص. المهم ان انا ما اتعداش ال 500 بتوع الاسبوع مثلا او ال 250 بتوع الاسبوع. والله لو اتعدى واخدت من الاسبوع الثاني، الاسبوع الثاني بقى امشي بقى يعني اقلل خالص، امشي على حسب الفلوس اللي فاضت. بس دي كانوا الكلمتين المهمين اللي حبيت اقولهم للمشتركين عندي في القناه والمتابعين. يا رب تكونوا استفدتوا من كلامي دوت، وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنسوش الشير واللايك لو سمحت، حطوا لايك. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر.